في عالم القلب عندنا نوعين من الآلام، في الآلام اللي هي ناتجة عن الذبحات الصدرية أو الجلطات وعادة نطلق عليها الآلام القلبية، لكن في نوع آخر من الآلام، هذه الآلام غالبا ما تكون قلبية المنشأ. دائما المريض يشتكي من نغزة موجودة في منطقة الصدر خصوصا في فوق القلب، يقول لك أنا في عندي نغزة هني ويقدر يحددها بإصبعه، وساعات النغزة هذه تكون في الجهة اليسرى، وساعات المريض يقول لك لما أضغط عليها تزيد أو تقل، ساعات أثناء الحركة أو تغيير الوضعية يقول لك والله أنا الألم هذا يزيد أو يقل، ساعات يقول لك لما أركض، ساعات يقول لك لما أكح بزيادة الكحة ونقصان الكحة ممكن هذا الألم يقل أو يزيد. هذه غالبا تكون آلام غير قلبية، لأن الآلام القلبية هي لوضع ثاني راح نتكلم عنه ما نقلق منها كأطباء قلب، غالبا تكون بسبب العضلات أو عظام الصدر، ودمتم بحفظ الله.